ذكرت قناة CNN ترك أن انفجارا وقع في مرآب مبنى يتبع الغرفة التجارية بإقليم أنطاليا جنوب تركيا، وأن سيارات الإسعاف هرعت إلى المنطقة. وأضافت القناة أن سبب الانفجار لم يتضح على الفور وليس واضحا ما إذا كان قد أسفر عن سقوط قتلى أو جرحى، فيما ذكر رئيس بلدية المدينة إصابة حوالي 12 مواطنا بجروح، لكنه أكد أنه من المبكر الحديث عن عمل إرهابي محتمل.